ننتقل الآن إلى نجوم ذات الكتل المتوسطة، والرينج لها من نص كتلة الشمس إلى تقريبا 8 من كتلة الشمس. طبعا وجد هون مكتوب تقريبا 8، لبعض كتب أحيانا أكتبوها 10 من كتلة لان هون الآن الشمس. ما هي خصائص هذه النجوم، وكيف ما هي المواد التي تتكون في باطنها نتيجة اندماج النووي، وماذا ستنتهي؟ هذا ما سنراه الآن. هذه النجوم طبعا تسلك سلوك النجوم ذات الكتل الصغيرة الآن تتذكر من حيث البدء بدمج الهيدروجين البروتونات في قلب النجم. تبدأ بتفاعل البدء اندماج الديتيريوم الآن هنا. إذا ليش طبعا بصير هنا أول شيء ديتيريوم؟ لأنه يكون النجم قد الدراسيمية تبدأ تنكمش. لو تبدأ تنكمش الآن هون في ذاك تبدأ تزداد الكتلة، تداوش كتلة صغيرة بيعطي اندماج الديتيريوم، تزداد أكثر، تزداد الكتلة أكثر مع الانكماش، ترتفع درجة حرارة القلب، تبدأ سلسلة البي بي تشين منتجة طبعا هون الهيليوم، ولما يصل طبعا تنتج الهيليوم يبدأ هذا ينشف في مرحلة الآن هون الشباب ضمن سلسلة التتابع الآن الرئيس لمليارات الآن هون الآن السنين. لكن هذا الرينج الكبير بين نص إلى 8 ميجا إلكترون فولت، تم تصنيف هذه النجوم إلى مستويات مختلفة باعتماد على ما هو عند نهاية هذا النجم، ما هي مخلفات هذا النجم اللي هو طبعا ينتهي طبعا في قزم. مخلف القزم هذا القزم يمكن يحتوي على هيليوم أو هيليوم كربون أو هيليوم كربون أكسجين ونيون ومغنيسيوم. إذا هنا هاي النجوم إذا ضمن هذا الريج نهاية حياتها راح يعطيني قزم، لكن القزم ما هي مكوناته إما هيليوم، هيليوم كربون، هيليوم كربون أكسجين ونيون ومغنيسيوم. وهذا النجم طبعا راح يمر بمرحلة العملاق الأحمر ويلفظ طبقته الخارجية على شكل غاز مندفعا إلى الفضاء المحيط به، المحيط يدعى السديم الكوكبي. إذا هذا راح يمر في مرحلة العملاق الأحمر الآن. طبعا بالإضافة إلى تفاعل البروتون بروتون تشين اللي ذكرناه سابقا، طبعا المسؤول الأول رئيس عن إنتاج جزء كبير من الطاقة في باطن هذه النجوم، هناك تفاعل أكثر تعقيدا وهو دورة الكربون النيتروجين أكسجين لـ CNO cycle. ما هذه الدورة وما هي أهميتها الآن، ومتى ينتج تبدأ هذه الدورة الآن؟ تبدأ هذه الدورة داخل النجم أو تنتج هذا التفاعل إذا طبعا كانت بحاجة الحرارة عالية، وعندما يكون تزييد كتلة النجم عن 1.3 من كتلة الآن هون الشمس، أو أحيانا في بعض الكتب 1.5. إذا سي إن أو سايكل تحدث متى؟ إذا كان الكتلة هي أكبر من 1.3 أو 1.5 كتلة الآن هون الشمس. طبعا يتطلب وجود الآن هون نسب من الكربون والأكسجين والنيتروجين في بعض النجم. حتى تحصل هذه الدورة لازم يكون في عندي نسب معينة من الكربون والأكسجين والنيتروجين في باطن النجم، لذا فإنها تحصل في نجم الجيل الثاني أو ما يعرف بالجوهرة النجمية الآن هون الآن الأولى. طبعا هذا الـ CNO cycle تم اقتراحه الآن من قبل عالمين وايز زاكر عام 1938 وهانس بيث عام 1909 والآن هون الآن 33. طبعا هذه التفاعلات زودت من معلومات عن طرق فعالة في تحويل ذرات الهيدروجين إلى ذرات الهيليوم. أنا إذا هون أنا في النهاية دائما بدي أنتهي في هيليوم، لاحظ أنتهي في أي أنتهي في هيليوم، بس الهيدروجين بنتهي في هيليوم ممكن يكون أكثر من سلسلة من خلالها. فذرات الهيدروجين في النجوم الأثقل تحترق بسرعة أكبر،
فتزال الطاقة الناتجة في لب النجم. حكينا سابقا النجوم الثقيلة لأن هون تستهلك الوقود بشكل سريع، وبالتالي عمرها بكون هون الأقل. والنتيجة طبعا هون استهلاك الوقود أو سرعة احتراق طبعا سرعة الاندماج أو الانفعالات أو الاندماج الجوي بيكون بشكل سريع، لأن هنا هذا بيعطينا طاقة كبيرة في لب هذا الهون النجم. طبعا ما هي النتيجة النهائية لدورة السيانو نورا الآن هنا؟ يعني خلي نشوف الآن هنا. هل في عندنا حلقتين دور السيانو نورا، حلقتين الأولى والثانية، بس نركز على الحلقة الآن هون الأولى. الحلقة الأولى هو الأولى ما يلي: إذا زادت كتلة النجم عن 1.3 من كتلة الشمس أو 1.5، شو بصير عندي؟ الكربون ال 12 بيتحد مع البروتون، شو بيعطينا؟ نيتروجين زائد أشعة جاما. لأن النيتروجين هذا الآن شو مرة ثانية؟ الآن بيضمحل بيعطيني كربون 13 زائد بوزيترون زائد إلكترون نيوترينو. الآن الكربون 13 الآن بيتحد مرة ثانية مع البروتون، شو بيعطينا؟ النيتروجين 14. إن هنا كان 12، كربون 12 أصبح 13، أعطاني النيتروجين 14 زائد أشعة الآن هون الآن جاما. هاي راح نشوف كمان شوي، هاي العملية التحول الكربون آسف. بعدين النيتروجين 14 بيتحد مع مين؟ مع البروتون، بيعطينا أكسجين. هاي العملية تحول النيتروجين إلى أكسجين عملية بطيئة. الأكسجين بدور شو بيعمل مرة ثانية؟ لا هو غير مستقر، بيعطينا نيتروجين طبعا هنا جاما جاما، هون بيعطينا زائد بوزيترون زائد نيوترينو. وفي النهاية النيتروجين 15 شو بيعطينا؟ بروتون، بيتحد مع البروتون آسف، بيعطينا كربون 12 زائد الهيليوم. إذا أنتجنا لأن هون الهيليوم، انتهينا في الهيليوم، الواصل السي ان او سايكل، هاي عبارة عن سي ان او لان هون سايكل. خلينا نشوف الآن هاي مرة ثانية. إذا كربون، بعدين شو بيحصل هنا؟ في النهاية بدينا بكربون، اتينا بكربون، هذا الكربون هو عامل حفز مرة ثانية، بيرجع مرة ثانية بيتعامل مع بروتون وبتم هاي السلسلة وبعطيني في النهاية كربون والهيليوم، أعطاني هيليوم، بعدين كربون مرة ثانية بيرجع مع البروتون بعطيني هيليوم، وهكذا في النهاية بصير داخل هذا النجم العناصر تتحول إلى لان هون إلى هيليوم. ما هو طبعا ما هي النتيجة النهائية لدورة السي ان او؟ ما هي النتيجة؟ نتيجة السي ان او سايكل هذا شو بيعطينا؟ راح يعطينا لان هون ما يلي: اربع بروتونات، هو نتيجة اندماج اربع بروتونات، لان الهيليوم حكينا حتى اوجد، لان هون الكربون الهيليوم بعطيني اربع، حتى اوجد هنا اسف الهيليوم بدي اربع الان هنا بروتونات، الان هنا هو اندماج اربع بروتونات لتكوين الان جسيم الان هون الفا، اربع بروتونات بيعطينا جسيم الفا اللي هو عبارة عن الهيليوم 4، وكمان ثلاث أشعة جاما واثنين من البوزيترونات واثنين من الانهون النيوترينو. إذا هذا هو النتيجة النهائية لدورة السيانو. إذا السيانو ما هي النتيجة النهائية؟ هو اتحاد عندي أربع بروتونات، الآن اندماجهم بيعطينا جسيم اللون هنا الهيليوم الآن، و الآن الأوت أحيانا أطلق عليه الجسيم ألفا، وبيعطينا كمان ثلاث أشعة جاما وبوزيترونين ونيوترونين إلى هنا، اللي هو هذا النتيجة النهائية هو مكتوب عندكم بهذا الشكل، وهي مهمة جدا إلى هنا. إذا الناتج سي إن أو مهم جدا نعرف النتيجة النهائية دوت شو بيعطينا، هو اندماج أربع بروتونات بعطيني جسيم ألفا، ثلاثة أشعة جاما، اثنين بوزيترونات، اثنين من النيوترونات الآن هون. هذه أخيرا تحمل جزء من الطاقة بعيدا عن النجم، هاي النيوترونات. الآن ماذا يعمل الكربون؟ يعمل كعامل محفز متجدد زي هنا،
عامل الفحص متجدد، بجدد الان هنا، هاي عملية السي ان او الان هنا سايكل. وشو كمان البوزيتونات الموجودة عندي هون كمان، شو الان بحصل الان هون؟ هاي البوزيتونات تتحد مع الالكترون، اذا الالكترون مع البوزيتون اي جسيم مع جسم مضاد له دائما اذا اتحدوا بصير لهم انهيليشن اضمحلال، وبيعطينا تو اشعتين من اشعه الان هون جاما. اذا هذا البوزيتون بيتحد مع الكترون بيعطينا تو جاما، ونفس الشيء البوزيتون هون بيتحد مع الكترون بيعطينا تو الان هون الان جاما. اذا يعمل كربون كعامل محفز متجدد اللي هو هاي، بعد مره بيرجع مره ثانيه تتكرر هاي العملية سايكل المقصود فيها، وتقوم البوزيتونات بعملية تحويل الطاقة الناتجة من الإلكترونات إلى بوزيتون زائد بروتون إلى أشعة جاما. طبعا معطينا هنا أشعتين الآن هون الآن تحويل، تنتج أشعتان من جاما، لازم يكون أعطينا أشعتين الآن من الآن هون جاما. الآن طبعا هاي العملية سي ان او مع الوقت شو بيحصل لها؟ تصل الى حالة من التوازن، لانه الكربون هو عامل محفز متجدد، انتج الكربون هون بعمل مرة ثانية بعيد، بعمل مرة ثانية هاي الدورة، مع الوقت شو بيحصل لها هون؟ تصل الى حالة من التوازن، هاي تسمى التفاعلات حتى تصل لحالة التوازن. لان هنا معنى في حالة التوازن الى متى تصل لحالة التوازن هاي التفاعلات؟ متى اذا كان في كل خطوه بنفس الان هون السرعه. شو يعني نقصد بنفس السرعه؟ انه الان سرعه هاي السرعه اللي الكربون البروتون للنيتروجين يعطيني جاما، نفس سرعه النيتروجين بحول الكربون وكذا، كل هاي التفاعل هنا اللي بكون نفس السرعه. اذا كان كل هاي التفاعلات لهم نفس السرعه الان بيحصل عندي الان هنا حاله الان هون الان التوازن، وتتسمى هذه التفاعلات. الآن وجد أن أبطأ التفاعلات السي ان او هو تلك التي تعمل تحويل الأكسجين إلى النيتروجين، الأكسجين إلى أن هنا النيتروجين إلى أكسجين، اللي هو هاي أبطأ عملية عندي. النيتروجين بتحول لمين؟ إلى أكسجين. هاي عملية بطيئة بتاخذ وقت، بس أنا حتى في حالة استقرار كل التفاعلات تظل مستمرة لازم كلهم بيكونوا إيش في نفس لهم نفس السرعة. بس هذه العملية نيتروجين إلى أكسجين هي عملية بطيئة. ماذا لذلك حتى تستمر في هذه التفاعلات نفس السرعة؟ شو بيحصل شو لازم يكون يصير عندي؟ لأن هنا إذا من أجل نكتسب هذا التفاعل سرعة مساوية لسرعة باقي التفاعلات، شو لازم يكون؟ يجب أن يكون عدد أنوية النيتروجين أكبر بكثير من عدد أنوية الكربون والأكسجين. ومع مرور الوقت تزداد كمية النيتروجين في شيء في شيء حتى تصل إلى حالة التوازن. إذا هذا التفاعل البطيء الآن حتى أنا بدي يصير اللي يكون عملية تصير أسرع، هذا النيتروجين إلى أكسجين إذا بدي أسرع لازم أزيد من كمية النيتروجين الموجودة. مع الوقت بصير كمية النيتروجين تزداد شيئا فشيئا، لأن هنا حتى يصير هذا سرعة هذا التفاعل نفسه التفاعلات الآن هون الآن الأخرى الآن هنا، وبالتالي يصبح عندي الآن هون نسبة وجود النيتروجين أكبر كثير من نسبة وجود أنوية الكربون والآن هون الأكسجين. وبالتالي هذا هو، لكن هذا العدد الكلي لأنوية الكربون والنيتروجين والأكسجين يبقى ثابت محفوظ الآن هنا، وتصبح نواة النيتروجين هي المهيمنة على باقي الأنوية الأخرى، وبغض النظر عن التركيب الأولي هي بكل عددهم أكبر بكثير من النيتروجين والأكسجين. وهذه العملية تنتج بشكل أساسي جميع النيتروجين المكون للكون، والذي يمثل أحد عناصر أهم عناصر مكون الحياة على كوكب الأرض. إذا هذا النيتروجين الآن هون بالسي إن أو نسبته كبيرة جدا، المهم جدا لنا في حياتنا، لأن هون بيكون نسبة كبيرة عالية جدا لحتى يكون عندي هاي الجميع العمليات اللي تحصل السي إن أو سايكل تكون نفس الآن هون الآن أسرع. في الفيديو البعدي راح نلتقي إلى ما يسمى تفاعل ألفا الثلاثي، تفاعل ألفا الثلاثي.